السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه اكثار هذه النبته الجميله اللي هي نبته الكالانشوا. هذه النبته اللي فيها بزاف ديال الالوان، فيها وريدات بحال هكا كما كتشوفوا، كتعطينا واحد فيها الوان بزاف مختلفه. المهم انا عندي هذا اللون هذا، فغادي الطريقه ديالها غادي نكثر منها عن طريق العقل. غادي نختار شوف بحال هكا شي عقل طرفيه. غادي نجيب واحد مقص اللي يكون مقص يكون نقي ما يكونش يعني فيه شي صدى، وغادي نقطع بهذا الشكل هذا. غادي نحيد هاد العقله، غادي نشوف واحد الوحده ثاني وحده اخرى. يقدر يكون عندنا غير نبته بحال هكا صغيره، وحنا ان شاء الله غادي بهذه الطريقه هذه اللي غتشوفوا معايا غادي نكثروا منها، ويكون عندنا محبقات وحدين اخرين، ويكون عندنا نكثروا منها، يكون عندنا اشكال بزاف منها. نقدروا ناخذوهم من عند اي شخص نكونوا كنعرفوه عنده هاد النبته، يكون عنده شي الوان ولا عنده غير واحد، نقدروا ناخذو من عنده غير هاد النقله هذه، نقطعوها غير من الطرف صافي. غادي ناخذوها غادي نقطعوا ليها هذيك الوريده هذه، صافي غادي تحيد باش تقدر عاوتاني تعطينا وردات اخرين، وتقدر تطوال وتكبر. خصنا نحيدوا ليها هذوك الوردات هادو صافي. وغادي ناخذوا هاد النقيله هذه، غادي نقصوا من هاد الاوراق هادو بهذه الطريقه. نخلي واحد العقدات بحال هكا يكونوا خاوين صافي. وغادي نجيب المحبق هذا اللي فيه التراب، التراب اللي يكون تربه تكون خفيفه، خصوصا دابا في الاول باش تقدر هاد النبته كتنمو بسرعه وكتكاثر، خص التربه تكون خفيفه جيده الصرف. وهذوك الاوراق هادو ما غاديش نرميهم، هادو حتى هما كيتغرسوا، غتشوفوا معايا راه حتى هما كيتغرسوا، حتى هما كيعطيونا نبتات وكتكاثر. وهنا انا هذا الهرمون التجدير اللي كيعجبني بزاف، اللي دائما كينجح معايا في جميع النبتات، فاش كنديروه هو راه كيسرع عمليه النمو. دائما كان اكثريه الفيديوهات كنذكر فيه هذا الهرمون التجدير اللي هو العسل والقرفه، اللي هو هرمون طبيعي بطبيعه الحال. صافي غادي ندير هاد النقيلات ولا هاد العويدات، غادي نديرهم في العسل والقرفه، وغادي نغرسهم مباشره في التربه بهذه الطريقه. صافي الفيديو شارح نفسه، كل شيء باين. كندير في هذاك العسل والقرفه، وكنديرهم هنايا في وسط الطراف، كنثبت مزيان من الجناب باش ما يبقاش يدخل لهم البرد. صافي. وهذوك الوريقات حتى هما، هاد الوريقات هادو حتى هما بنفس الطريقه، غادي نغرسهم حتى هما في التربه غير بحال هكا، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يعطيوني جذور. غتشوفوا معايا الطريقه اللي سهله، وكتكون نتيجه اللي كتكون نتيجه ناجحه من اول تجربه بهذا الشكل هذا. نكمل هاد الوريقات اللي عندي، غادي نجيب الماء وغادي نسقيهم بطبيعه الحال صافي. وغادي نحطهم، انا عندي نحطهم في البالكون كيف ما كنحط كاع النبسات ديالي، ونبقى نسقيهم كل ما جفت التربه غادي نسقيهم. صافي هذه الطريقه باش كنكثروا من هاد النبته عن طريق العقل. ومن بعد كتولي عندنا بحال هكا نبته كبيره، كيتفرعوا كيخرجوا واحد الفروع وكيتكبر بحال هكا، كتعطينا وريدات اللي هما زوينين كما قلت لكم، كاين الوان متعدده. وهنا من بعد مرور تقريبا جوج الاسابيع، المهم خليتهم في واحد في البالكون كنسقيهم مره مره، حتى دابا شفتهم انهم
هذو كينبتوا وكتخرج الورقات هذو. يلاه دابا هذو خرجوا، دابا هما اللي نبتهم بعد ما بطبيعه الحال خرجوا هذه الاوراق. اذا راه الجذور ديالهم راه تبتات في التربه وراه الطريقه اللي ناجحه. صافي دابا بقى لهم غير غادي يكبروا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا خرجوا هذه الاوراق، اوراق الصغار، وهذوك الاخرين حتى هي اللي حدا هذيك الاخرى حتى هي راه خرجت. وهنا راه يوم جديد، شفتوا هاد الوريقات راهم كبروا على هذوك الاولين. ها هما النتيجه زعما راها باينه ناجحه. كل شيء امامكم. بغيت نشارك معكم هاد المراحل هادو باش تشوفوهم كيفاش بداو كيكبروا غير بشويه بشويه. غادي نقص من هاد بحال هاد النباتات اللي كيكونوا غير زايدين، يعني نايدين غير بوحدهم، نحيدوهم ما نخليوهمش باش ما يضايقوش النباتات اللي حنايا زارعين. صافي ودابا غادي نخفف شويه من هاد المحبق بما انه صغير. دابا غير درت فيه باش تشوفوا معايا الطريقه. دابا غادي نحيد غير هذوك الاوراق هما الاولين. غتشوفوا معايا كيفاش داروا، كيفاش الطريقه اللي ناجحه وكونوا جذور بسرعه. غادي نحيدهم وغادي نديرهم في واحد المحبق اخر حتى هو صغير، حتى كيكبروا من بعد عاد غادي فين ما كيكبروا شويه كنقلوهم المحبق اكبر. صافي وهذوك الاخرين هادو بقاو هاد جوج عقل اللي كنت غرست. من بعد عاوتاني غادي نحيد وحده وغادي نخلي وحده، ندير وحده في المحبق باش كل وحده تلقى فين توسع الجذور ديالها وتكبر على خاطرها. يعني فين ما كتكبر شويه كننقلوها لواحد المحبق اللي يكون اكبر. هنا يعني كيف ما كتشوفوا معايا هذوك الوريقات اللي كنت درت، شوفوا الجذور ديالهم بما ان خرجوا الجذور. راها الطريقه اللي ناجحه، كل شيء باين، يعني فيديو واضح امامكم، الطريقه اللي سهله والنتيجه اللي ناجحه. ما كتشوفوا معايا الجذور كيفاش هي هادي. صافي دابا غادي نديرهم في واحد محبق اخر كيف ما قلت لكم، غير باش نخفف من هذا المحبق ونخلي هاد العقال يكبروا شويه على خاطرهم. نسقيهم بالماء كيف العاده. صافي وغادي نرجعهم كنت انا حاطاهم في البالكون، غادي نردهم تما كان المكان مناسب ليهم. صافي انا غادي نغرسهم بنفس الطريقه اللي درت معكم في بدايه الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الاقتراح ديال اليوم. كيف ما العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك فضلا وليس امرا. شكرا لكم جميعا المتابعين ديالي القدام والمشتركين الجداد، مرحبا بكم وشكرا لكم مره اخرى والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.